السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أزمة أخلاق. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الحب، صباح الوفاء، صباح الإخلاص، صباح اليقين، صباح الأمل والعمل، صباح الصحة والجمال من خلال هذه الشاشة المحترمة، الشاشة الواعدة والشاشة الهادفة أيضا. صبح على كل مشاهدينا داخل مصر وفي الوطن العربي. واسمحوا لي قبل ما نبدا حلقتنا ان ارحب بضيوفي الكرام الموجودين معايا في الاستوديو. وكالعاده برحب بالداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري. صباح الخير يا شيخ ايمن، منور. صباح الفل يا ابراهيم، اهلا بيك واهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. كما ارحب ايضا بالاعلاميه الزميله الاستاذه صفاء الردادي. اهلا بك يا استاذه صفاء. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، واهلا بكل مشاهدينا الكرام في كل مكان، وانا سعيده جدا باللقاء في قناتنا. صباح الصحه والجمال. صباح الفل، صباح الصحه والجمال. كما ارحب ايضا بالشاب الجميل، الشاب المحترم، ياسين التركي. اهلا بك يا ياسين. اهلا وسهلا بك يا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا. صباح على مشاهدينا كده. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير على كل مشاهدينا. مشاهدينا في كل مكان، النهارده موضوع حلقتنا موضوع مهم، اعتقد من وجهه نظر انه يهم كل الاسر المصريه بل الاسر العربيه جميعا. موضوعنا النهارده موضوع جميل جدا جدا جدا، هنتكلم فيه عن جبر الخواطر. وقد ايه احنا عارفين المجتمع المصري يفتقد جبر الخواطر في هذا الوقت وهذا الزمان. وكأنه عبء أنزله الله سبحانه وتعالى علينا علشان ما نقدرش نعمله. جبر الخواطر شيء مهم أهملناه وتركناه وتنحناه جانبا، المفروض يعود. وإن قلنا جبر الخواطر نزل من ضمن تعاليم الإسلام وسماحة الإسلام وأخلاق الإسلام، فهنقول كسر الخواطر وكسف الطبيعة دي يا جماعة وحشة جدا. كسر الخواطر، وانا هتوجه بقى للشيخ ايمن، ان ازمتنا فعلا ازمه اخلاق. كسر الخواطر يا شيخ ايمن، هي دي ازمه من ضمن الازمات الموجوده معنا في المجتمع؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، جبر الخواطر بقت ازمه جامده فعلا. جبر وكسر الخواطر، انا قصدي يعني ان عدم جبر الخواطر ده ازمه كبيره، ان في ناس كتير مش فاهمه يعني ايه جبر الخواطر. يعني دي ازمه من الازمات يا شيخ. طبعا هي ازمتنا ايه يا شيخ ايمن؟ ازمتنا ازمه اخلاق. ازمتنا ازمه اخلاق. ازمتنا ازمه انسان ازمته هجر القران. هجر القران. ازمتنا كذب ورياء. ازمتنا أزمة إنسان أزمته هجر القرآن. أزمتنا قتل ودماء. أزمتنا كبر وعناد. أزمتنا هجر ونفاق. أزمتنا كذب ورياء. أزمتنا كذب وفجور. أزمتنا كشف المستور. أزمتنا أزمة أخلاق. أزمتنا غيبة ونميمة ورياء. أزمتنا قتل ودماء. أزمتنا كذب ونفاق. أزمتنا كذب ورياء. نسأل الله أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. طب هو في حل يا شيخ أيمن؟ طبعا الحل أن نرجع لله خالقنا ونتحلى بأخلاق نبينا صلى الله على من علم الدنيا الخلق، صلى الله على من علم الدنيا الرحمة، صلى الله على من علم الدنيا جبر الخواطر، صلى الله على من علم الدنيا الحق، صلى الله على من علم الدنيا اللين، صلى الله على من علم الدنيا الطيبة والسماحة، صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. أحسنت يا شيخ. كفانا فخرا أننا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علم الدنيا بأكملها الخلق. يكفي
صلى الله عليه وسلم. يكفي أنه صاحب المقام المحمود الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شيخ أيمن، وأول سؤال وخلينا ندخل معك في موضوع الحلقة على طول، ما هو جبر الخواطر؟ إزاي نعلم الناس ونقول لهم يعني إيه جبر الخواطر؟ موضوع فعلا احنا محتاجينه، محتاجينه جدا. جبر الخواطر هو تطيب النفوس المنكسرة. أي واحد عنده كسرة، عنده حزن، عنده هم، عنده ألم، عنده حزن، عنده وجع، عليه دين، واجب على كل مسلم لو شفت أخوك المسلم في هذا المأزق الانكسار لازم تطيب بخاطره، لازم تطيب بقلبه بكلمات بأي شيء تستطيع أن تفعله. واللي جبر الخواطر أربع أشياء. جبر الخواطر أربع أشياء. أربع أشياء. أول جبر، أول باب من الجبر الخواطر بالمال. بالمال. واحد مسكين، واحد فقير، واحد صاحبك بيسألك مبلغ علي دين مثلا عايز يسده، واحد صاحبك عنده مشكلة ضائقة مادية ممكن تساعده أو تجبر بخطره بالمال. أدي أول ركن. ثم جبر الخواطر بالجاه. 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 أنت معاك سلطة أو منصب، مسؤول في أي مكان، تقدر تساعد كل المحتاجين، الفقراء، تساعد الضعفاء، واحد عنده مشكلة ما حدش يعرف يحلها إلا بفضل الله، ثم أنت فبمنصفك بالمنصب بتاعك تساعده بدون بقى رلاشه ولا محسوبية. أنت عامل عمل لمين؟ لله سبحانه وتعالى، مش محتاج منه أي شيء. جارك، صديقك، صاحبك، قريبك عنده مشكلة وبفضل الله في إيدك حلها، تمام، يبقى أنا ساعده بجاهي. أدي تاني ركن إن أنا ممكن أكون جابر بالخواطر بيه. تالت رك النصيحة والإرشاد. أنا لا معيش مال ولا معايا منصب، بس شايف أخوي المسلم في ضائقة أو تعبان أو مهموم أو حزين أو عنده ألم أو عنده وجع أي شيء، مريض، بالنصح والإرشاد أنصحه، أديله كلمة حلوة، أطيب خاطره بكلمة جميلة، أطلعه بالباب، أفتح له باب الأمل. لأن مشكلة الإنسان اللي هو تعبان ومهموم وحزين عايز واحد بس يفتح له باب امل، باب حب، باب سماح، ابشر يا اخي ده انت ربنا بيحبك. واحد مريض ابشر، ده انت في استحوذك دلوقتي 70,000 ملك، ابشر ده ربنا كريم وبيحبك عشان انت مبتلى. يبقى النصح والارشاد دي تالت ركن فين؟ في جبر الخواطر. اخر حاجه بقى في جبر الخواطر، ودي اي واحد يقدر يعملها، معكش مال، معكش جاه، ما عندكش الحكمة والحنكة ان انت تطيب خاطره بكلمات جميلة، يبقى الدعاء. اشوف اخوان المسلم بقى تعبان، عنده اي هم، اي مشاكل، اي حاجة، ادعيله بقى. ممكن ادعيله كده امامه وممكن ادعيله بظهر الغيب. يكفي كده ان لما لف ظهري وادعيله ان ربنا ييسر له امره، يسهل له حاله، يفك كربه، ينفس كربه، يفرج همه. يبقى تخلي بالنا يا جماعة، عندنا اربع حاجات تقدر تجبر بيها بخواطر الناس: يا المال، يا الجاه، يا النصح والارشاد، يا اما الدعاء. احسنت يا شيخ ايمن، احسنت. احسن الله عليك. مشاهدينا في كل مكان، للتواصل مع الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري، اي حد بقى مبتلى من الاسحار والسحر والمس والحسد يتواصل مع الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري. نزلوا لنا رقم الشيخ ايمن على الشاشه من فضلكم، ونزلوا لنا بقى ارقام القناه كده للمشاهدين بقى يشاركونا الحلقه دي. أستاذة صفاء، جبر الخواطر اللي افتقدناه كتير في هذه الأيام، نعم، وإحنا قد إيه شايفين إن إحنا بنتنمر على بعض، أكيد، ومنضايق بعض. تصدقي إن الناس بتضايق الناس لمجرد الدقيقة بس، مش أكتر، يعني مفيش بينهم وبين بعض أي حاجة. فعلا فعلا. دايما يقابلوا بعض كده مقشرين وشايلين الهم، تمام، وكأنهم يعني عايشين في آخر الزمان يعني. ولكن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت الضائقة المالية موجودة أو الأزمة المالية موجودة أو الأزمة الاقتصادية موجودة، فالأرزاق بيد الله. مش ذنب أي حد يقابل أي حد متضايق ومخنوق فيقشر في وشه يعني. تمام تمام. ولذلك أنا بتطرق إلى نقطة تانية مهمة جدا، أن أنا ما تعشمش في الناس زيادة. زيادة العشم في اللي قدامي أتوصل للصدمة في النهاية، أن أنا أجيب اللوم عليه ليه؟
انت ما تتعشمش، انت اعمل اللي عليك، اعمل المطلوب منك، ادي دورك. ليه انا اروح لفلان ده هيساعدني؟ ليه انا اخد من فلان ده هيديني واقعد محلك سر؟ ما هو العشم الزياده ده بيخليني قاعد ما اعملش حاجه فاتوكل على الناس. لا، انت توكل على الله. انت دلوقتي اعمل اللي عليك، ادي دورك، عشان لما تيجي هتلوم على الناس، الناس ما عليهاش ملامه. ليه؟ لان كل واحد في ازمه. مش انت بس اللي في ازمه، انت وانا والاستاذ والشيخ كلنا في ازمه. فانت لا تقع اللوم الا على نفسك. في النهايه تصدقي يا استاذه صفاء، يجي مثلا واحد زوجته مثلا تطلب منه شاشه 50 بوصه، عايزه ديب فريزر، عايزه ثلاجه، ويبقى في البيت شاشه واثنين وثلاثه، ويروح يدي نفسه ويجيب حاجات بالظبط بالظبط، وبعدين يقول لك هيسد، ويشوف الاقساط تبقى معديه المرتب بكتير، ويجي بقى يتعشم في صديق ليه او في اصدقائه ويتخلوا عنه غصب عنه، فيقول لك انا ما حدش جرب، يلوم عليهم هم ويلوم على الناس. ما ده اللي بنتكلم عليه، وده الخطا للاسف. لا لا، ده لا تلومن الا نفسك. لان انت اساسا اللي تعشمت زياده عن اللازم، وانت ما اديتش دورك كما يجب. انت روح اعمل اللي عليك، خد بقدر المستطاع. على قد ظروفك امشي، اعمل يعني اللي عليك، وعلى قد بيتك ماشي. لكن انت واساسا يعني ممكن اللي بيتداين ده بيتداين عشان حاجه مش مهمه. بيجيب بيوقع نفسه في ازمات. ما حضرتك يروح يجيب مثلا موبايل لبنته ب 10,000 جنيه بالظبط كده، ويجيب شاشه 50 بوصه ب 11,000 جنيه، بتلاقي حاجات في الاخر رفاهيه. طبعا. ويتداين ويجيب ديون وكده، وفي النهايه يلوم على اصدقائه، يلوم على ما ادهوش، يلوم على ما دفعش. لا، احنا مش عايزين الكلام ده، احنا نلوم نفسنا الاول، ما نلومش اللي قدامنا. كلنا في ازمه، كلنا تعبانين، كلنا عندنا مشاكل. ما هو ده بقى من اشد الاسباب، او من الاسباب الاولى، موضوع جبر الخواطر ده. بالظبط. يجي بقى يدين فما يلاقيش حد يقف جنبه، لان كل واحد عنده مشاكل وكل واحد عنده هموم. تمام يعني. تمام. فانا خليني في مشكلتي انا، ما لومش اللي قدامي. اللي قدامي يعني عمل اللي عليه. سين من الناس، انت رحت له خلاص ظروفه قد كده، يعني انت بتدي له عبء اكبر. صح. وحمل اكبر من طاقته، ما هو عنده التاني، انت ليه بتتحامل عليه؟ لا، أحسنت. كل واحد يأدي دوره، وكل واحد خليه في ظروفه. صح. ويعني ايه، يلتمس العذر. أحسنت. للاخر. أحسنت. اللي قدامه. معانا مداخله الحاجه سميره من دمياط. اهلا بيك يا حاجه سميره، اتفضلي. انا استاذ نادي بتاعها لسه بتقفل عليا بكره وتعبانه والله. طب سريعا يا حاجه سميره، اتفضلي. طيب اقول لحضرتك، انا عندي ابني عنده 36 سنه. وكل ما نروح نخطب ما فيش قبول. ونخش ونخطب ما يكملش حاجه ويترفض. والوقت، وحتى لغايه النهارده ان كلمت حد، حتى ان كلمت حد يجيب له حد او يشوف له حد، يبقى مشدود ومتحمس، وكله كله ما فيش مسافه، ولا كاني قلت حاجه. ولا كاني قلت حاجه. ايوه. ساعه في حد مثلا نخش بيت او يشوف حد، او حد يشوفه ولا حاجه، هتلاقي اللي واقفه وبتشوفه تبقى متحمسه وكل حاجه في الاول، وساعه ما تشوفه اكلها تخشب كده و